أنا صرت نائب بالبرلمان، أنا سني، بعدين رحت صرت ويا الشيعة بالتحالف، انضميت إلهم، هنا يكفروني سياسيا، يكفروني عقائديا، أنا خرقت الدستور، أنا خرقت الأعراف، بمعنى هذا تكفير للهوية الوطنية. تقرأ بهذا الشكل؟ يعني احنا لا نكون مثاليين، تقرأ من باب التسقيط السياسي، لكن على أرض الواقع شوف مثلا قبل أيام كانت هنالك هجمة على بعض النواب، والله شلون راحوا ويا أحزاب معينة، أحزاب يعني التحالف الثلاثي كتلة إنقاذ وطن، يابا هم ما راحوا وياهم، هو بالتسقيط السياسي هذا يستخدم، لكن على أرض الواقع هو نائب ممثل عن دائرة انتخابية. هاي النقطة الأساسية اللي ما يقدر يستغلونها نوابنا. يعني مثلا نائب اعتقد ابن هاشم سلطان تعرض الى انتقادات، قالوا له انت شنو مشروعك انت ويا من تريد هنا، هذه زحزحت هاي القناعات، ترى هاي نقطة كلش مهمة انت تفضلت بيها. الان في انتخابات 2021 الان الناس تريد تقول لهم انتوا ويا من تريدون ترجعون التوافقية لو تريدون حكومة اغلبية. الناس قالوا احنا معارضة، وهذه تحول كلش خطير. بس من اللي يريد يضيعه؟ يريد يضيع اللي يتنافس على انه المناصب وغيرها، يريد يقولوا لا ذولا مشتتين وذولا مجرد ارقام وغيرها.